مشاهدينا، وللحديث عن التظاهرات الرافضة لحكومة محمد الشياع السوداني والمطالبات بإسقاط العملية السياسية في ظل التأكيدات أن حكومة محمد السوداني جعلت العراق أقرب إلى إيران والشكوك بعدم قدرته على مكافحة الفساد. حول هذه المحاور معنا من أنقرة الناشط السياسي سامر الساعدي، ومن كوبنهاجن الكاتب والباحث السياسي عبد الله سلمان. نبدأ مع الأستاذ عبد الله سلمان. السلام عليكم. والله تحية لك ولضيفك وكادركم ومشاهديكم الأكارم. على أي أساس اختار السوداني هذه التشكيلة الحكومية؟ هل كان الشارع العراقي يتوقع أفضل من هذه التشكيلة؟ ليس بموسوع السوداني أو غيره من رؤساء الوزراء السابقين الاختيار، لأن ما يتم الاتفاق عليه توافقيا وفق ما معتاد عليه بمنظومة 2003 إلى اليوم هو الاتفاق كامل خلف بالدهاليز وخلف الكواليس. تم الاتفاق ما بين الكتل على هذه التشكيلة، وليس بمقدور السوداني أن يختار أي منهم أو يرفض أي منهم، لأنه توزع بداية الوزارات فيما بينهم، وبالتالي هم الكتل تشخص الناس لهذه الوزارات، وإذا صار خلاف فيكون خلافات داخل هذه الكتل وليس مع الكابينة. وكل ما شاهدناه من مظاهر ونقاشات وظهور الكابينة وتمت عليه الموافقة، هذا كله معد سلفا وإعلاميا ليس أكثر، فليس بمقدوره الاختيار. هذا أولا. أما ما ينظر إليه العراقيين، عندما برز اسم السوداني ظهرت إلى الواجهة وفي ذاكرة العراقيين الجمعية صورة المالكي. هذا المالكي الذي يمثله يشبهه العراقيين هو الأسوأ ما بين أفراد منظومة 2003 إلى اليوم، ومرحلته هي المرحلة الأسوأ. لذلك لا يتوقع العراقيون شيء أفضل من هؤلاء الناس الذين هم أسوأ ما موجود في الأسوأ، وهي منظومة 2003. نعم، نرحب بالأستاذ سامر الساعدي ونوجه له السؤال. الانتماءات التي جاءت منها الشخصيات وخلفيات هذه الشخصيات التي أكلت إليها الحقائب الوزارية، إلى أي مدى تؤكد المخاوف من إمساك هذه الميليشيات للحكومة ووزاراتها في العراق؟ تحية لك ولضيفك الكريم ولقناتكم المحترمة ولكل مشاهديكم الكرام. أهلا بك. نعم، حقيقة نعتقد هذه الانتماءات هي، خلي نقوسها، أنها انتماءات عقائدية وليست سياسية. نعم. ولا تمتلك الصفة السياسية التي هي بحد ذاتها هو أنه يكون السياسي هو قائد وممكن أن يقدم فقرات أو يأخذ قرارات في قضية ما ويكون هو الحاسم في هذه القضية وفقا للمصلحة العامة وليس المصلحة الشخصية أو الحزبية. نعم. أما الانتماءات حقيقة يعني الكل يعرف والكل يرى ويشاهد ويسمع أنه هذه الانتماءات هي انتماءات حزبية، وبالتالي أعتقد المظلة الحزبية لا تزال حاضرة في التسلط على رئيس الوزراء، وهي من تتحكم برئيس الوزراء إن كان السيد السوداني، إن كان قبله، إن كان بعده. أعتقد أن هذه المظلة الحزبية هي تسيطر حتى على إدراج أسماء الوزراء، ولا يكون السيد رئيس الوزراء هو المدرب الحقيقي لإنزال فريقه في ساحة سياسية الملتهبة حقيقية اللي صابها الانجماد، صابها هذا الجليد السياسي. بالتالي هو يحتاج إلى سعرات حرارية شعبية حتى يذوب هذا الجليد. أعتقد لحد الآن هم ماشيين بهذا النهج الحقيقة، النهج اللي العراقيين رفضه منذ عام 2011 وعام 2016، وبالتالي أصبح رفضه بأكثر من كل سابقاته في عام 2019. وبالتالي أعتقد هذا الرفض لربما هو يكون جماهيري 80%. يعني أنا من خلال قناتكم يعني أقول للسيد السوداني أن طرحت ثقتك أو مساندتك أو دعمك من 20% من جماهير الأحزاب، وأنت سوف تكون خصم 80% من الجمهور العام، الجمهور العراقي الذي هو منتفض على هذه المنظومة اللي أنت أحد أعمدة هذه المنظومة. أعتقد بالتالي ما راح سوف تصمد، لأن سوف يكون لديك عراق وتحدي مصيري مع 80% اللي هم كلهم الشعب العراقي، واللي بالتالي حضرتك رئيس الوزراء ورؤساء الكتل
يقولون نحن في خدمة الشعب العراقي. إذن الآن معركة مصيرية بين 80% من الشعب العراقي الجمهور العام وبين السيد السوداني وبين الجمهور الخاص من الأحزاب. أعتقد هذه الانقسامات يستفاد وهذه الانتماءات للجمهور الخاص اللي هو جمهور الأحزاب هذا يشكل خطر حقيقي. لماذا؟ لأن هذا الجمهور يمتلك سلاح، يمتلك مال، يمتلك نفوذ، ومع الأسف أقولها وبحسرة يمتلك مع هؤلاء الثلاثة يمتلك دعم المجتمع الدولي الذي هو عارف ويعرف ويدرك أنه مجاميع سياسية تم إدخالها في قائمة الإرهاب الدولي وهم لا يزالون يمارسون العمل السياسي وفي قبة البرلمان وفي الحكومة التي يترأسها السيد السوداني. حقيقة مفارقة جدا مهمة وملفتة على المجتمع الدولي، كيف يدعم أشخاص وسياسيين لديهم انتماءات إرهابية وهم ضمن داخل هذه القوى الإرهابية العالمية التي تم تصنيفها من قبل الكونغرس، وبالتالي هم جالسين ويتمتعون بأريحية وحتى لقاءات بالسفراء والوكلاء طبعا دول الخارجية ومستشارين أمنيين وغيرها وغيرها. وبالتالي أنا ما أعتقد أنه الشعب سوف يصمد طويلا، لربما ينفجر في إحدى المناسبات. نعم. طيب في ضوء هذه النقطة سيد عبد الله، كيف تفسر الموقف الذي أخذه الصدر مما يجري؟ يعني إلى أي مدى يستدل بصحة الاتهامات التي وجهت للصدر بأنه حليف لإيران، وذلك بعد فتحه المجال لتمرير حكومة السوداني كما يشير موقع المونيتور؟ قراءة إلى مواقف الصدر منذ بداية الاحتلال إلى اليوم وهروبه في المواقف الحاسمة التي تكون حاسمة ومنازلة ما بين الشعب وما بين المحتل أو ما بين الحكومات التي عينها المحتل، كان دائما الصدر يخذل الناس ويقف موقف آخر لصالح الاحتلال ولصالح حكوماته. أما مواقفه الأخيرة فدلت بالتأكيد على أنه ليس حليفا، لأنه الحليف يكون منافس ويكون له ندية مع الطرف الآخر، وإنما هو تابع وعميل حقيقة عميل لإيران وينفذ أجندته، وهو الذي قال بأكثر من مرة أنه هو الذي يحمي العملية السياسية وهو الذي يرعاها وهو الذي حتى السوداني لما تقدم إلى الرئاسة بموافقته لا ليس هناك رفض، لأنه هو احتسب كثيرا من المغانم لصالحه. يعني حتى في حكومة الكاظم هو حصل على 4 مليار دولار كمغانم له، وستستمر هذه لأنه وعد من قبل إيران أنه ستستمر هذه المكافآت المالية مستمرة بمستواها، وزيدت عليها حصة له من النجم. هذه المسألة التي جعلت الصدر ليس يعني حليفا لإيران، هذه دولة إقليمية تتآمر ولها قدرة على تحريك عملائها بكل مكان، فالصدر لا يشكل يعني حليف إلى إيران، إنما يشكل تابعا لها ويمثل أيضا حقيقة الغدر بمعناه، وهو الذي غدر بتشرين وغدر بشبابها وغدر بأنصاره. واليوم المؤامرة تستمر بالتنسيق مع إيران والصدر على جماهيره، لأنه إيران تعتبر جماهير الصدر ذات هناك نفسية لديها معادية لإيران، فلذلك يريد تحطيمها. وذلك سنشاهد في الفترة القادمة هروب عدد كبير من مناصري الصدر إلى الميليشيات وإلى جهات أخرى، لأنها ملت حقيقة من النفاق الذي يمارسه الصدر ضدها وضد الشعب العراقي. طيب هنا في هذا الإطار وفي ضمن الغليان الشعبي والرفض لحكومة السوداني وللطبقة السياسية بأكملها، خروج التظاهرات في كربلاء وذيقار، توجه الأستاذ سامر، خروج التظاهرات في كربلاء وذيقار وبابل إلى أي مدى يعطي إشارات باستمرار التظاهرات رغم كل الجهود لإخماد هذه التظاهرات والقضاء عليها من قبل الأحزاب بشتى الوسائل الوحشية والقمعية من قبل الأجهزة والميليشيات؟ يعني أنا باعتقادي هذا هو الموقف الثابت الاحتجاجي لدى الشباب المتظاهر لحين تنفيذ كل
الطلبات والمطالب والتي خرجوا على الأساس أنها تقدمها الحكومة، لكن حقيقة لحد الآن هذه الطلبات لم تتحقق، وكل الطلبات التي كانت تنجز بعد المظاهرات كانت لربما تكون أو دائما ما تكون ترقيعية وليس حلول جذرية وجدية. فلذا هنا الشباب حقيقة يقول نحن ثابتين في ساحات التظاهر والاحتجاج لحين اكتمال كل طلباتنا ونحن شعب. وبالمناسبة الديمقراطية إحدى مخرجاتها هي وهو الاحتجاج، هو التظاهر، حق كفل الدستور قانون، وبالتالي من حق كل المواطنين أن يتظاهروا لحقوقهم وليس لاستجداء الحقوق. بالتالي العراقيين أو الشعب العراقي حال حال كل الشعوب لديه حكومة، وهذه الحكومة هي يعني أمورها وتنظيمها وعملها أن تخدم هذا المواطن وتعطيه كل القطاعات والخدمات والحقوق، وبالتالي على المواطن واجبات. هنا الشباب حقيقة يقول نحن رفضنا هذا التشكيل، ورفضنا سيد السوداني في ساحات التظاهر، ورفضنا الإطار، ورفضنا تمام. سيد سامر اسمح لي فقط لضيق الوقت نتوجه إلى أستاذ عبد الله، كيف تقرأ الترحيب الأمريكي بحكومة السوداني؟ يعني على أي أساس بنت أمريكا هذا الموقف رغم معرفة الجميع أن هذه الحكومة بوزرائها ورئيسها والكتل الداعمة لها هي تتبع إيران؟ الاتفاقات الانسيابية الأخيرة حول تشكيل الحكومة وسرعة تشكيلها جاء نتيجة اتفاق أمريكي إيران، على خلفية الاتفاق الإيراني مع أمريكا بخصوص دعم لبنان لتوقيع اتفاقية البحرية الحدود البحرية الإسرائيلية التي كان يعارضها حزب الله بأمر إيراني حتى إيران تقوم بابتزاز أمريكا لمصلحة النظام في العراق. فلذلك إيران تعتبر إذا ما يعني تعتبر أن العراق هو البقعة الاستراتيجية الأساسية واللي تسموها جيو استراتيجية تحصل عليها باتفاقها مع، فرفعت حزب الله رفع يده من الاتفاق ووافقت حكومة لبنان ورئيسها رئيس جمهوريتها الذي هو يعتبر مندوب حزب الله في لبنان، أيضا وافق على الاتفاق، وهذا الاتفاق هو الذي سهل عملية تشكيل وانسيابية هذه الحكومة. ولا يعني شيء أن تكون الحكومة إيرانية صرفة يضر بمصالح أمريكا نهائيا. وهناك أمر آخر أيضا وراء هذا هو الضغط أو إعلان الغضب الأمريكي على المملكة العربية السعودية لأنها لم تقبل الخضوع للشروط الأمريكية بمجال الطاقة، فبالتالي سلمت العراق مرة أخرى لإيران وبالتالي يعني حققت لهذه نعم. في سؤال أخير إلى الأستاذ سامر، كيف سيعمل هؤلاء الوزراء يعني وهم متهمون بفعل الشيء ونقيضه؟ على سبيل المثال وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فاق تتبع لميليشيا بابلون وهي متهمة بغلق المخيمات قسرا وتشريد آلاف النازحين، إضافة إلى ذلك وزير التعليم العالي هو حاصل على شهادة غير معترف بها من لبنان، كيف سيكون شكل ومخرجات وزارات الحكومة ومسؤوليها متهمون بذات التهم التي يجب أن يعني يحاربوا بها؟ يعني اولا هذه الجامعات اللي حقيقه في لبنان وبقيه الدول هي خارجه عن تصنيف شنغهاي العالمي من الالف الجامعه الموجوده في تصنيف شنغهاي، وبالتالي مثل ما حضرتك وكل الموجودين يعرفون انه هذه غير معترف بها، هذه نقطه. ثانيا اعتقد الوزراء سوف يعملون بمبدا السوف والتسويف في الوقت، وبالتالي هذا الوقت راح يخدمهم ويخدم مصالحهم لحين ما تنفيذ امورهم الماديه ومشاريعهم. لماذا؟ لأن الكتل السياسية التي نصبت هؤلاء تريد منهم دعم مادي، وأنا ذكرتها في عدة فضائيات أنه الوزارة يتم تعريفها بالنسبة للكتل السياسية هي الصندوق، دعم الصندوق المادي للكتل السياسية، فهنا شيء أكيد راح يتم العمل بدعم هذا الصندوق. وبالتالي العمل المؤسساتي في العراق هو حقيقة مفقود وميت سريعا منذ سنوات طويلة. وإذا أراد السيد السوداني أو شخص رئيس الوزراء أن يعمل بمفرده بدون عمل مؤسساتي بدون عمل جمعي أنه هذه تكون الإدارة تكون هذه المديرية تابعة بالفعل لسيد رئيس الوزراء، أنا أعتقد أوكي. لكن
ما راح يستطيع السيد رئيس الوزراء أن يعمل بهذا العمل المؤسسات. لماذا؟ لكثرة الضغط عليه. وبالتالي يعني أرقام ذكرت 5000 مدير عام بهذه الحكومة أو السابقة، 5000 مدير عام لكل مجموعة من هؤلاء الأرقام، من هذه الأرقام هي تتبع الكتل السياسية وتتبع من يدير هذه المديريات بالمناسبة. أما قضية يعني عمل الوزراء، عمل الوزارات، أنا ما أعتقد راح تكون عمل فيه تقديم خدمات وقطاعات. نتمنى يعني نتمنى، لكن هذا التمني لا يكر على العراقيين. التمني شيء والحقيقة والواقع شيء. العراقيون بكثير من البرامج والوعود ولكن لم يتحقق منها شيء. لا لم يتحقق على أرض الواقع أي شيء. بالمناسبة كانت كانت الأمور أفضل من هذه الأمور، لكن الأمور الآن هي فيها جذب وشد وفيها حراك رافض وفيها قوة سياسية رافضة وفيها كثير من الأمور. نشكر تحية لحضرتك. نشكر ضيفينا من أنقرة الناشط السياسي سامر الساعدي، وكذلك من كوبنهاغن الكاتب والباحث السياسي العراقي عبد الله سلمان. شكرا جزيلا لحضوركما.